مخرج God of War يرد على انتقادات العنصرية، وشركة Activision Blizzard ترد على الاتهامات الموجهة لها، وتأجيل لعبة محبوبة الكل كان ينتظرها. أخبار اليوم كلها تعاسة في تعاسة، خلونا نبدأ. هل ممكن نشوف ريميك للعبة Final Fantasy 9؟ في تسريبات انتشرت في الانترنت مصدرها ملفات من الجي فورس ناو مسربة، ومكتوب فيها أنه راح يكون في ريميك للعبة Final Fantasy 9 المحبوبة. ونفس الملفات أيضا أشار لوجودها ألعاب أكثر من Square Enix قيد إعادة الإصدار، وتحديدا نسخ ريماستر لألعاب أيقونية مثل Final Fantasy Tactics وكرونو كروس. هل بتكون هذه الألعاب فعلا شيء حقيقي؟ ما نلل ننتظر ونشوف. إنسومنيك قالت إن فيديو مارفل سبايدر مان 2 اللي استعرض في حدث بلاي ستيشن كان يعمل بمحرك اللعبة. إحدى المفاجآت الجميلة في حدث سوني للتسلية التفاعلية كان الكشف عن لعبة مارفل سبايدر مان 2 المنتظرة بشوق من جمهور اللاعبين، واللي يعمل عليها فريق التطوير الموهوب وصاحب الإنتاج الغزير إنسومنيك. بريانا لينزلي بفريق التطوير إنسومنيك أكدت عن طريق تويتر أن الفيديو كان يعمل في الزمن الحقيقي بقدرات هاردوير بلاي ستيشن 5 وليس برسوم الكمبيوتر الجاهزة مسبقاً CGI. إنسومنيك ما زال يبذل قصارى جهده لدفع الحدود التقنية إلى الأمام على منصة بلاي ستيشن 5 وبألعاب الفيديو ككل. مطورو لعبة بروجكت إيف القادمة يحصلون كل واحد منهم على جهاز بلاي ستيشن 5 بعطاهم إياه المدير التنفيذي للشركة. حصلت لعبة الأكشن والهاك سلاش بروجكت إيف على استعراض لعب جديد الأسبوع الماضي من خلال استعراض المخصص للبلاي ستيشن، ويبدأ استقبال العرض كان ممتاز جدا بما فيه الكفاية لعشان المدير يكون مبسوط، وشكله العرض كان مرة مبسوط منه المدير التنفيذي لفريق التطوير شيفت أب، واللي قام بتقديم هدية مميزة لجميع الموظفين. المدير التنفيذي قام بتقديم بلاي ستيشن 5 لكل موظف من 260 موظف في فريق التطوير بحسب تغريدة من المحلل دانيال أحمد. اللعبة قيد التطوير الحاسب الشخصي والأجهزة المنزلية، وما في أي موعد إصدار لها في الوقت الحالي. مخرج ألعاب God of War يرد على الأوصاف العنصرية والانتقادات الغير مبررة للعبة God of War Ragnarok. بعد عرض اللعبة ظهرت الكثير من الأصوات اللي انتقدت وجود فتاة سمراء بنهاية العرض لوحدة من الشخصيات الشهيرة تاريخيا واللي ما كانت سمراء في الأساطير الأصلية، وأيضا تصميم شخصية ثور المختلف عن التصاميم اللي كنا نشاهدها بأفلام مارفل وتجسيد الصورة المختلفة لمظهرها بمختلف وسائل الإعلام. مخرج لعبة God of War السابق قال بنفسه في رسالة للمنتقدين عبر حسابه الرسمي بتويتر أنهم ما راح يرضخون لأي ضغوطات خارجية وما راح يطورون أي شيء بحسب آراء الآخرين، وبيروي الفريق وبيروي القصة مثل ما يبغاها بالشخصيات اللي يبغاها على كيفه. الخبر هذا مرة يحزن صراحة. تأجيل لعبة Dying Light 2 إلى شهر فبراير عام 2022. سنوات طويلة قضتها لعبة Dying Light 2 بالتطوير ومع الكثير من التأجيلات، وكان فريق التطوير خلفها Techland سعيد جدا بتحديد شهر ديسمبر القادم كموعد صدورها بعد كل هذا الانتظار. الآن أعلن فريق التطوير عن تأجيل جديد لموعد صدور اللعبة حتى تاريخ 2 فبراير 2022. فريق التطوير يحتاج المزيد من الوقت لصقل اللعبة. أجهزة بلاي ستيشن تحصل على تحديث جديد مع إضافة المزيد من الخصائص. أعلنت سوني للتسلية التفاعلية عن ثاني التحديثات الأساسية لنظام التشغيل الخاص PlayStation 5 واللي يضيف مجموعة من الخصائص الجديدة إلى واجهة المستخدم، خيار تخصيص قوائم التحكم بالواجهة، وأيضا بيكون في تحديث لخيارات إضافة الأصدقاء وتسهيل المراسلة المباشرة وحذف مجموعات صوتية أو الكتابية، وأيضا راح يكون في دعم للتلفاز 3D Audio، وأيضا بيكون طبعا دعم وهذا أهم شيء ذاكرة الـ SSD الخارجية بحيث يقدرون تلعبون ألعاب PlayStation 5 عن طريقها. وعشان تعلموا كيف تركبونها سوينا لكم فيديو مره ممتاز وسهل جدا على قناتنا في ترو جيمنج، تقدرون تروحون تشوفونه وتتعلمون كيف تركبون الطريقه. مارفلز جاردن اوف جالاكسي اكتمل تطويرها. اعلن ايدس مونتريال عن ان لعبه الاكشن مارفلز جاردن اوف جالاكسي صارت ذهبيه وجاهزه للصدور في موعدها المحدد في 26 من اكتوبر المقبل على الحاسب الشخصي وجميع الاجهزه المنزليه. راح تتحكمون بشخصيه ستار لورد من حراس المجره في تجربه بتقدم العديد من الخيارات للتعاون مع اعضاء فرقتكم مع الكثير من الفكاهه والاكشن. النينتندو سويتش يحصل على التحديث رقم 13.0.0 واللي بيضيف التوافق مع سماعات البلوتوث اخيرا، يعني الحمد لله نينتندو دخلت عام 2006 بكل
أريحية. أعلنت نينتندو من خلال تغريدة جديدة على تويتر عن توفر التحديث رقم 13.00 لجهاز الهجين نينتندو سويتش، واللي بيوفر أخيرا القدرة على ربط أجهزة السماعات البلوتوث مباشرة من غير الحاجة لأي إكسسوار خارجي. والتحديث أيضا يضيف القدرة على إبقاء الجهاز متصل بالشبكة في وضع النوم في حال كان الجهاز متصل بشبكات سلكي بالشبكة، وهذا يضمن تحميل آخر التحديثات على الجهاز لما ما تكون تستخدمه. اللعبة المنتظرة شارلوك هومز شابتر 1 راح تصدر في خريف السنة الحالية، ومع إعلان عن تأجيل نسخة الجيل السابق. شاركنا فريق التطوير الأوكراني فروغ ويرز بتحديث جديد للعبة شارلوك هومز شابتر 1 حول عملية التطوير، بحيث ذكر الفريق أن اللعبة راح تصدر في خريف العام الحالي على الحاسب الشخصي الإكس بوكس سيريس إكس والإس والبلاي ستيشن 5، مع تأجيل نسخة الجيل الماضي إلى وقت لاحق. هذا التأجيل يعطي فريق التطوير فرصة لالتقاط أنفاسه وإنهاء العمل على نسخة الجيل الماضي بالشكل المناسب، وتشير رسالة الفريق إلى أن التأجيل راح يكون لبضعة أسابيع لا أكثر. شركة أكتيفيجن بليزرد تواجه اتهامات حول محاولة إفشال اتحادات الموظفين واللجوء إلى التهديدات. الأشهر القليلة الماضية ما كانت أبداً جيدة لفريق أكتيفيجن بليزرد على الصعيد الإعلامي، فسمعة الشركة تواجه تحديات عديدة مع دعوى قضائية حالية بخصوص بيئة العمل السيئة والمخالفات السلوكية والأخلاقية العديدة اللي عانى منها الموظفين وخاصة الإناث. الشركة تواجه دعوى قضائية جديدة تم رفعها من قبل اتحاد المكون من موظفي الشركة، بحيث تشير CWA الموظفين هذه الدعوة على أن الشركة قامت بمراقبة أعضاء الاتحاد واستجوابهم والوعود بمكافآت لإفشال الاتحاد، حتى أنها لجأت إلى التهديد في بعض الحالات. توم سميث منظم اتحاد الموظفين انتقد إدارة أكتيفيجن بليزرد وأفعالها، وذكر بأنها بدال ما تحاول تعرف أسباب المشاكل اللي واجهها الموظفين لجأت إلى التعامل مع مكتب المحاماة ويلمر هيلو والمعروف بسمعته لمحاولة القضاء على اتحادات الموظفين في مثل هذه الحالات. سوني تكشف عن ريميك لعبة Destroy All Humans 2 من غير قصد. شكل لما نشوف ريميك الجزء الأول من لعبة الأكشن Destroy All Humans واللي حقق أداء كافي للسماح بتطوير ريميك الجزء الثاني واللي تم إعلان عنه، لكن الإعلان هذا ما كان من شركة أو المطور THQ Nordic، لا، هذا الإعلان كان من حساب بلاي ستيشن على تويتر، وعلى طول بعد ما أعلنوا حذفوا التغريدة سريعا. التغريدة أشارت إلى أن الريميك قادم إلى بلاي ستيشن 5 واسمه Destroy All Humans 2 Repro، و THQ Nordic عندها حدث راح يقام في 17 من سبتمبر الحالي، وشكل اللي بنشوف هناك الإعلان الرسمي على لعبة Destroy All Humans 2 وأيضا ألعاب ثانية بتكون موجودة. إعلامي يقول إعلان عدة تأجيلات للألعاب قادمة هذا الأسبوع. عن طريق تويتر أكد الإعلامي الشهير جيف غراب من شبكة فينتشر بيتس بأنه راح يكون هناك الكثير من الألعاب اللي تتأجل فعلا، وأننا بنسمع هذه التأجيلات في الأسبوع الحالي. تتوقع إيش بتكون هذه الألعاب؟ واحدة من الألعاب اللي أجلوها كانت Dying Light 2 زي ما قلنا لكم، ولا شك أن أزمة الوباء أثرت كثير على عملية تطوير الألعاب القادمة. خاصية البث السحابي الكلاود من الأكس بوكس أصبحت على متوفرة لملاك أجهزة البي سي. أعلنت مايكروسوفت في أغسطس الماضي عن توفر خاصية البث السحابي على الحاسب الشخصي من خلال تطبيق الأكس بوكس الرسمي، وهذا فقط يكون مشتركي برنامج أكس بوكس إنسايدر اللي هو الدخول المبكر. وهذه الشركة مرة ثانية تعلن عن توفر هذه الخاصية لجميع مستخدمي تطبيق الأكس بوكس في 22 دولة واللي تتوفر فيها هذه الخاصية. التطبيق راح يطلب منكم اشتراك في الأكس بوكس جيم باس مع اتصال مناسب بالشبكة والاتصال بوحدة تحكم. البث السحابي بيسمح لكم تلعبون بمعدل 60 إطار في الثانية ودقة الوضوح الكاملة توصل إلى 1080p. وهذه كانت أخبارنا لهذا الأسبوع. أنا أعرف أن الأخبار هذه يعني كلها مش كويسة، مشاكل تأجيلات وكذا. إن شاء الله الأسبوع الجاي راح تكون أخبار أفضل بكثير من هذا. يعطيكم العافية في المتابعة، معكم في تشيحة، وأشوفكم مرة ثانية في فيديو جديد.